مشاهدينا برحب بحضراتكم مرة تانية، وخلونا نتكلم على هيئة الأرصاد اللي توقعت النهاردة أن الطقس هيكون معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ولطيف على السواحل الشمالية ومائل الحرارة على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، كمان في شبورة مائية الصبح قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وده كله مع وجود نشاط للرياح على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية، وهتكون على فترات متقطعة. لكن خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لمياء، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك، وطمنينا عن حالة الطقس النهاردة والظواهر الجوية اللي ممكن نتعرض لها طول الوقت. احنا طبعا يمكن في سيطرة لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا بيأثر علينا بشكل كبير. لاحظنا الاستقرار في الأحوال الجوية والأجواء المشمسة بالأمس في أغلب محافظات الجمهورية، ده مكمل معانا اليوم لأن المرتفع الجوي هيعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس بشكل كبير، عدم وجود أي سحب مؤثرة، فبالتالي هحس معاه إن قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار مرتفعة بعض الشيء، خاصة في فترة الظهيرة مع شدة الإشعاع الشمسي العظمى على القاهرة الكبرى بتتراوح ما بين 23-24 درجة مئوية خلال فترة النهار، فبالتالي بحس معاه بالأجواء اللي نقدر نوصفها أجواء يعني معتدلة تماماً في معظم محافظات الجمهورية، السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد، حتى كمان المناطق الجنوبية، لأن أغلب محافظات الجمهورية فيها ارتفاعات طقسية في قيم درجات الحرارة أعلى من المعدل الطبيعي بحوالي من درجة لدرجتين، ده بيكون فترة النهار بشكل كبير وتحديدا في فترة الظهيرة. فور غياب أشعة الشمس ودخولنا في فترات الليل طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجة الحرارة، خلاص أجواء أقرب للأجواء الشتوية خاصة في ساعات الليل المتأخر، فترات الصباح الباكر أجواء باردة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية، خاصة أن الصغرى فترة الليل بتنخفض بحوالي 15-16 درجة على القاهرة الكبرى خلال فترة الليل. المدن الجديدة بقى والأماكن المفتوحة بتحس قيم درجات الحرارة أقل من 16، يعني ممكن تحسها ولو تكون 13-14 درجة مئوية بسبب الطبيعة بتاعتها، وكمان انخفاض نسب الرطوبة اللي بتبقى موجودة في الأماكن الصحراوية بشكل كبير. كمان الظاهرة الجوية اللي دايما بتأثر معانا في حالات استقرار في الأحوال الجوية هي الشبورة المائية طبعا، شبورة مائية ممكن تكون كثيفة أحيانا على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع تكون الشبورة المائية الكثيف بيكون في ساعات الليل المتأخر يعني تقريبا الساعة 3-4 الفجر، وتستمر معانا حتى سطوع أشعة الشمس يعني تقريبا للساعة 8-9 صباحا ممكن نلاقي أثر للشبورة المائية، وتدريجيا الرؤية الأفقية تتحسن مع سطوع أشعة الشمس وتبدأ الشبورة المائية تختفي بشكل كبير. الأحوال الجوية الحمد لله مستقرة بشكل كبير في معظم محافظات الجمهورية، وده متوقع إن يستمر معانا كمان على مدار الأسبوع المقبل إن شاء الله، مفيش أي تقلبات جوية ممكن نخاف منها أو نقلق منها، استقرار في الأحوال الجوية، لكن قيم درجات الحرارة المرتفعة تستمر معانا لحد يوم الاثنين، ومع يوم الاثنين هتبدأ تدريجيا درجات الحرارة تنخفض فترة النهار بسبب تأثرنا بالكتل الهوائية الشمالية. نخلي بالنا بس وبننصح كل السادة المواطنين من نوعية الملابس تجنبا طبعا لنزلات البرد، لازم ملابس شتوية واصطحاب كمان جاكيت عند الخروج فترات الليل المتأخر أو فترات الصباح الباكر، وطبعا كل قايدي مركبات مسافرين على الطرق فترة الصباح الباكر لازم تكون القيادة بحزام، ونشغل كشافات الشبورة الموجودة في السيارات ونتابع كافة تعليمات المرور، ومهم جدا ان احنا في فترة انتقالية بين الخريف والشتاء لازم نتابع النشرات الجوية بصورة يومية. طيب نشاط الرياح ده هيكون موجود اكتر فين، وهل محمل بأتربة ورمال ولا لا؟ هو طبعا نشاط الرياح اليوم هيكون في بعض المناطق من اقصى غرب البلاد تحديدا في السواحل الشماليه الغربيه من الجهه الغربيه بشكل كبير، غير مثير لاي رمال واتربه ما فيش منه اي تاثير، لكن باقي المناطق الجمهوريه فيها اعتدال في سرعات الرياح بشكل كبير، ويمكن ده بيدي مردود كبير على حركه الملاحه البحريه على البحرين الاحمر والمتوسط، ارتفاع امواج لا يتجاوز 1.5 متر، والبحرين كمان هيكونوا مؤهلين بشكل كبير لاعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. نسبه الرطوبه عندنا كام النهارده يا فندم؟
هي نسب الرطوبة مش مرتفعة بالشكل الكبير رغم من وجود المرتفع الجوي اللي بيحبس الرطوبة في طبقة قريبة من سطح الأرض، ده اللي يخلينا نحس إن في نسب رطوبة، لكن نسب الرطوبة لا تتجاوز 80% خلال فترات الليل في المناطق الشمالية، 65% كمان وممكن 40% في المناطق الجنوبية، فترات النهار أيضا 35 ل 30% على المناطق الشمالية فترات النهار، لأن دايما فترات النهار بتبقى الصغرى بتاعة الرطوبة بتبقى 35 أو 30% للمناطق الشمالية، 20 ل 15% في المناطق الجنوبية. نشكرك فنيا، شكرا جزيلا الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة العظمى فيها 25 والصغرى 18، العاصمة الإدارية 25 14، اسكندرية 24 13، العلمين الجديدة 23 12، مطروح 23 12، دمياط 23 13، بورسعيد 23 13، الإسماعيلية 25 13. السويس العظمى فيها 25 والصغرى 14، العريش 24 13، كاترين 18 5، طابة 25 15، حلايب 26 20، شلاتين 28 19، شرم الشيخ 27 18، الغردقة 27 18. الفيوم العظمى فيها 24 والصغرى 11، بني سويف 24 10، الوادي الجديد 26 9، أسيوط 26 9، سوهاج 27 12، قنا 28 12، الأقصر 28 13، وأخيرا أسوان العظمى فيها 29 والصغرى 13. مشاهدينا دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. ومرة تانية نروح لمحمد نكمل معاه بقية الفقرات. شكرا ليك يا لميا.